قانون الأحوال الشخصية بين أخذ ورد وبين مطالبة وقفة جريئة ضروري تكون موجودة للحصول عليه. اليوم بفاميلي معنا دكتورة فهمية شرف الدين، أهلا وسهلا فيك. أستاذة بعلم الاجتماع، رئيسة اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة، شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم، يا هلا، فتحتوا الاستديو لمواضيع من هالنوع، يا هلا. طبعا يعني بنقول قانون أحوال شخصية بس المرأة معنية فيها، يعني غريب ليش المرأة هي اللي يعني بدها، فقط هي اللي تطالب بهذا الموضوع. هي قانون، مش قانون الأحوال الشخصية، قانون مدني للأحوال الشخصية المرأة معنية فيه. ليه؟ لأنه بالقوانين الموجودة المرأة لا تزال يعني درجة تانية، في البيت، في الأسرة، في العلاقة بولادها، في الإرث، في كل هذه القضايا. لذلك هو فعليا ينصف النساء، معنى ذلك أنه الرجال منصفين أخذين كل حقوقهم بالقوانين الشرعية، لكن النساء لا يزال التمييز ضدهم كبير جدا، وهذا يتطلب فعلا جهود للنساء من أجل تحقيق قانون مدني للأحوال الشخصية. إصلاح قانون الأحوال الشخصية يبدأ من أين؟ منين لازم نبلش لحتى نكون فعلا على الطريق الصحيح؟ نبدأ من إيجاد قانون هو ناقص أصلا بقوانيننا اللبنانية. نحن دولة ما عندنا قانون لجميع الناس، عندنا قوانين منفصلة عند الطوائف المختلفة. يبدأ الموضوع بأنه يناقش في قانون الآن بمجلس النواب، وهذا القانون قدمته حملة المواطنين يعني، ومفروض أنه وصل للجان المشتركة طبعا، وغاب عن السمع والصوت، بعدين لم نعد نسمع عنهم شيء، والآن مثلا بيقولوا لنا أنه ما مبين، ومع أنه سجل بقلم مجلس النواب وذهب إلى اللجان. إذن توحيد قوانين الأحوال الشخصية لازم تكون، يكون في قانون مدني ليكون موحد، وإلا إذا كنا ما نمشي على كل الأديان والطوائف رح تضل قوانين مختلفة. يعني أنا بتأسف إنه يكون في حدا بيقدر يحكي ضد القانون المدني في دولة فيها الكثير من الطوائف، ويعني القانون المدني سيكون أحد مداميك التحول الاجتماعي نحو المواطنية، نحو الأفراد الذين يتصلون مباشرة بالدولة. هذه الشراكة المثالية اللي عم نحكي عنها، أيوة، ما بتصير إلا بقانون مدني. نعم. إذن لا نكون موحدين ضروري يكون في قانون ما بيراعي أي ديانة ولا أي طائفة، قانون مدني 100%. أنا بس بحب إنه ما أتناول كلمة المراعاة، ونقول إنه هذا القانون المدني هو أسوة بالقوانين الأخرى المدنية التي يعيش في ظلها لبنان. لبنان دولة مدنية وليس دينية، هذا واحد. اثنين، ليس هناك من قوانين تحت الشرائع، يعني تحت يعني القوانين الدينية إلا حياة النساء. يعني فعليا الواحد يتساءل ما هي الحكمة انه بس المرأة وتكون دائما في الأسرة هي تانية. هلا بيردوا علينا الرجال دين انه الله كرم، النبي كرم المرأة وكذلك عند المسيحيين وكذا، لكن هذا التكريم هو منحة وليس حق. نريد أن نقون هذا الحق بأنها شريكة فعلية، وأنها ليست ثانية وإنما على قدم المساواة مع الرجل، خاصة في زمننا حيث النساء تعمل وبتربي أولادها وبتقوم بكل الأعمال. يعني آن الأوان إنه لبنان يحقق نفسه بكونه دولة مدنية. البداية من الزواج المدني؟ البداية من الزواج المدني طبعا، ما في بداية غيرها. هلا نحن طبعا، نحن كحركة نسائية والآن نحضر لـ8 أذار، نحن عندنا قضايا كثيرة، عندنا 4 قضايا أساسية ونطالب المجلس النواب والحكومة بإنجازها. لكن الآن خاصة مع زواج خلود ونضال في لبنان، أهمية هذا الحدث
هو أنه حدث زواج المدني في لبنان، وأنه تبين أنه لا شيء يستطيع منعه، القوانين لا تمنعه، بس مشكلته تنظيم مفاعيل الزواج بدأ قانون. فهذا القانون طالب فخامة الرئيس، وطبعا نحن يعني نعتز بمواقف فخامة الرئيس، طالب بقوننة هذا الحدث الذي حصل، ونحن ننتظر هذه القوننة. 8 أدار يوم المرأة العالمي. نعم. وبهالنهار يعني شو رأيك ما نقول ولا 8 ولا 4 ونقول يوم المرأة العالمي؟ من شانيك لأنه زكاتي 8 أدار، فيوم المرأة العالمي اللي يعني هو الهدف هو التوحيد، مش الهدف أبدا شرزمي بالعكس من هالإطار، ولكن بيصادف يوم المرأة العالمي. شو هي التحركات يلي أنتو بصددها؟ نحن الآن بصدد تنظيم مسيرة كبيرة بيوم المرأة العالمي، وأيضا في مهرجانات، وفي يعني نشدد إذا بدك التجمع يريد أن يبرهن أنه المرأة اللبنانية، لأن دايما بيقولوا لنا أنه أنتم جزائين وأنتم مختلفين وأنتم، لا، المرأة اللبنانية تتوحد حول القضايا. ليس مطلوبا توحيد الحرق يعني الجمعيات، مطلوب أن تكون الجمعيات مع بعضها من أجل تحقيق يعني وتنزيه القوانين عن التمييز ضد المرأة. دكتورة، يعني كأستاذة بعلم الاجتماع هيك تنشوف بس كيف بتفكر الفول، كيف بفكروا الناس يعني إجمالا، كأستاذة بعلم الاجتماع رفع الصوت قد إيه له أهميته؟ لأن أوقات كتير بينقال إنه قد ما تحكوا ما رح تقدروا توصلوا على مطرح ما بدكم، ف تسكت النساء لفترة من الفترات وبعدين بترجع بتطلع حملات. ما عم نسكت أبدا. أنا بعتقد ابتداء من بعد السلام يعني لم تسكت المرأة أبدا. احنا عنا قانون تجريم العنف ضد المرأة في الأسرة لا يزال نايم بأدراج مجلس النواب، بس حيفرج، مش حنسكت نحن المرة، بس عم نقول مش حنسكت. وزواج خلود ونضال لن يكون الأخير، سيتزوج الناس ويقعدوا من دون قانون، وتصير مشكلة الحكومة أن تجد قانونا للأحوال الشخصية، قانون مدني يوحد بين جميع النساء ويعيد تنظيم الثقافة الذكورية بالبلد وثقافة المواطنية. لازم يصير ثقافة إنسانية. إيه، الاتجاه نحو ثقافة مواطنية. اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة، شو بتطلب من المرأة ببيتها؟ يعني غير المرأة الناشطة يلا أكيد عم تكون على الأرض وعم تشتغل. شوفي، إذا أنا قلت لك إنه 54% من خريجي الجامعات بنات، يعني نساء، أنا بعتقد المرأة في بيتها تقوم بكل أعمالها إلى جانب أعمالها، وهي فعلا وقت نعمل مسح الوقت في شيء اسمه مسح الوقت. مسح الوقت يعني المرأة شو بتشتغل أمتى بتفيق لآخر الليل، والرجل شو بيشتغل. طلع أنه المرأة بتشتغل على الأقل مع أولادها ومع شغلها 12 ساعة، 13 ساعة إلى 18 ساعة. فأنت فيك تتخيلي شو ممكن أطلب من المرأة. عم بطلب من المرأة أنه تعرف حقوقها، وهذا مجهول إلى حد ما، وتعرف أنه المساواة هي ثقافة وسلوك، وهي قضية أساسية من أجل تربية الأولاد وتربية الأسرة على المساواة بين الناس، وتعرف تماما أنه عليها واجبات في أن ترفع الصوت، عليها مسؤولية بالتربية بهالإطار. نعم. بهالاتجاه قلنا أنه الزواج المدني هو بداية، وتنظيم مفاعيل هالزواج ضروري أنه يكون موجود كخطوة تانية أو يمكن بيلحقها. شو هي هالمفاعيل يلي عم نحكي عنها؟ يعني الزواج في أولاد، بدنا نعرف كيف يعني هلأ تزوجوا نضال وخلود، كيف بدنا نسجل أولادهم
بدي هيدي مفاعيل الزواج، انه التسجيل، انه العلاقة بين الرجل والمرأة هل تأخذ شكل إلزامي فيما يخص الثروة، فيما يخص علاقتهم بالأولاد، فيما يخص الإرث فيما بعد، ولا سيكونوا متحدين. يعني في خيارات للزواج المدني تتيح للمرأة أن وللرجل أنهم يتفاهموا من أول الطريق. أهمية هذه مفاعيل الطلاق، لأن نحن عند الطلاق في مشاكل حقيقية عند خاصة بالزواج الديني، هي مسائل الحضاني والوصاية والولاية، ويعني هاو مسائل تخيلي إنه والإرث كمان، والإرث إنه تخيل الإرث إيه كمان، يعني تخيلي إنه على سيرة الإرث بس، لا أكيد بتعرفيها المعلومة، ب59 عمل قانون إرث لغير المحمديين، يعني الباقيين بيعطوا صبيان أكثر من البنات، متساوي يساوي بين المرأة والرجل. الثقافة الذكورية بلبنان لا تأخذ بالاعتبار هذا القانون، والنساء يجهلون أنه القانون يحمي حقوقهم بالمناصفة، انه الثروه الى مثل ما بياخذ اخوها بتاخذ هي. هذه قضايا يعني طبعا على عاتق الحركه النسائيه، لكن ايضا على عاتق فعليا، وهذا المهم، انه انفتح الملف الان. وسائل الاعلام، نحن نتوجه لكل وسائل الاعلام انهم يكونوا فعليا معانا في قضيه مجتمعيه تهم كل المجتمع ولا تؤثر ابدا على باقي الطوائف، نحن أفراد في الطوائف، نحن مش يعني نحن أفراد عندنا حقوق، هذا البلد أعطت حقوق للفرد، فلا يجب أن تأخذها منه الجماعة. من يعني الأعذار يلي بتنعطى ليكون بعد ما في قانون أحوال شخصية منصف للمرأة، هو أنه العائلة رح تتأثر ورح يكون في تفكك أكبر بالعائلة. كأستاذة بعلم الاجتماع شو بتقول؟ أنا بقول غير صحيح، غير صحيح. الحياة العصرية هي اللي عم تعمل هذا التفكك، وهذا نحن مثلنا مثل غيرنا يعني بأوروبا. هذا ما بيسموه تفكك أسري، هذا بيسموه حرية اختيار. هلأ ما يعني العائلة لازم تضرب المرأة يوميا، تعنف، ولازم المرأة تكون يعني على حساب النساء، إنه إيه العائلة إيه بتصبر المرأة إذا ما عندها شيء، وإذا ظهرت رغم كل شغلة ظهرت بزتها برا بيقول الله معك انت طالي، وهي ما بيطلع على شيء، فبتضطر تسكت وتتعنف وتعرف وتقتل روحها تقتل عندما فعليا تشعر بالألم وبالخيبة بالزواج ولا تستطيع أن تفعل شيئا. لذلك أنا يعني بقول غير صحيح بتاتا أن الزواج المدني يؤثر على العائلة. تطورات الحياة العصرية والأساليب الحياة الموجودة والانفتاح العام الكوني، وأنت بتعرف فيها عم يتزوجوا دينيا الصبايا والشباب بيطلقوا. ممكن أنه الزواج المدني مع كل الشروط أو كل الأشياء اللي حتى ما يكون بالعكس بده تفكير أكثر قبل ما يكون بده يفكر يطلق، إن كان الرجل أو حتى المرأة. تماما، بالعكس، اثنينهم بصيروا أقدر على الحوار وأقدر على التفاهم مثل الشركاء. في توازن في القوى، فالحوار بيصير متوازن، وبيعرف هو أنه إذا طلق هي عندها حقوق بدها تروح تاخدها، وبالتالي هو بيفكر 10 مرات. لأنه بتعرفي تماما أنت، أنا ما بدي أقول بالمية مية، بس بالمية 95 من حالات الطلاق سببها الزوج، أو بيدفع المرأة لطلب الطلاق، أو بيطلقها وبيمشي. فأنت أمام بالعكس اشتداد يعني أواصر الأسرة، والأسرة لا تقوم على غلبه. نحن الآن ننشئ أسر قائمة على الغلبة، يعني على الأقوى، والأقوى في هذه القوانين الموجودة هو الرجل. وهالشي تأثيره مش بس على المرأة، تأثيره على الأولاد وعلى العائلة ككل. طبعا ما الأولاد
بدهم يكبروا ويصيروا. بعتقد ليش صبيانا وشبابنا هلأ أكثر ميلا نحو الزواج المدني؟ لأنه صاروا بيعرفوا حقوقهم، والبلاد مدينة كل الناس تعرف أنه إذا تزوجت مدني حقوقها محفوظة، كل البنات بيعرفوا، كل الشباب. بعض الأحيان العوائق متصلة ماديا مثلا بيضطروا يتزوجوا بديني، أو لعوائق متصلة بالثقافة العامة، وأنت تعرفين يعني مدى تأثير الثقافة العامة على النساء خاصة، لأن الثقافة ضد التمييزية ضدهم. فإذن القوانين ومشاريع القوانين موجودة ومدروسة بكل تفاصيلها. في قانون، يعني قانون لبناني موحد موجود مسجل في مجلس النواب وأحيل للجان، بس بدنا نمشوا. إذا بدهم إياهم نعطيني، علما بأنه فخامة الرئيس طلب من وزير العدل ووزير الداخلية أنه يشوفوا كيف يمكن تقنينة. وبتعرفي تماما أنت، أنا كمان عضو بالمركز المدني للمبادرة الوطنية، أنه المركز المدني هو اللي عمل فكرة شطب الإشارة، وهلأ هن بناء عليه تزوجوا نضال، وهي لأنه للذين لا طائفة لهم على تذكرهم يستطيعون الزواج المدني. بس نحن نريد كيف أن بيكون شطب الإشارة؟ بتطلبي من الأحوال الشخصية أنه يشطبوا إشارتك، مسيحي أرثوذكسي مسلم شيعي، أو بتقولي لهم أنا بدي شطب الإشارة. اليوم الكل لهم حق يعملوا هالشي، لهم حق، كل كتار عملوها ونحن عملناها. أيوة. فهالشي يعني بيسمح للناس، لأنه هذا هو القرار اللي استندوا إليه، بيسمح للناس إنه يروحوا يتزوجوا عن كذب العدل، لأنها لا تسري عليهم القوانين الدينية. هون كمان يمكن طبعا لما بتطرحوا هالمواضيع دايما بيكون في رد من أي نوع، شو هي الردود يلي بتوصل يعني لعندكم؟ الرد معروف، الرد سماحة المفتي معروف وقالوا علنا عم بكفر الناس. وأنا برأيي بس بدي أقول له لسماحة المفتي إنه بس لننظر إلى جارتنا تركيا، جارتنا اللي اليوم هي نموذج لي الحكم الإسلامي، على الأقل الدول اللي صعدوا فيها الإسلاميين يظنون أنهم في يعني نموذج. هو تركيا بلد ما عنده إلا الزواج المدني، وغيرها بلدان كتير. يعني حكى من يومين ثلاثة الرئيس سعد الحريري قال ما فينا نكفر 700 مليون شخص. فالتكفير أنا بعتقد اللجوء للتكفير هو يعني حل قمعي، هذا يترجم حالة القمع الموجودة على النساء. طيب هل النساء متفقين على هالموضوع؟ ما ضروري، شو ضروري يكونوا كلهم متفقين؟ هذا واجبات الدولة أن يكون عندها قانون مدني، ما ضروري نتفق بس متفقين. نحن القانون يحمي الضعفاء، القانون يتيح الفرص للذين لا يحسون لا يشعرون انه هذه الفرص متاحة لهم باماكن اخرى. نحن نريد قانون يمكن ما حدا يتزوج عليه يتزوج فيه، لكن هذا القانون يجب ان يوجد اسوة بالقوانين الاخرى. بدي اذكر بنقطة صغيرة، القوانين الجزائية بلبنان قوانين مدنية مش هيك؟ المسؤولية على المرأة والرجل من 18 سنة نفسه. مسؤولية مدنية منسميها، والقوانين الجزائية قوانين مدنية. لماذا بس حياة النساء تحت القوانين الدينية بس المرأة يجب أن تقمع؟ أين القانون؟ أين المساواة بين النساء؟ ما ننسى، تصوري أنت أنه بقانون الجنسية المرأة اللبنانية لا تستطيع أن تعطي أولادها وزوجها جنسية، المرأة الأجنبية التي اكتسبت جنسيتها بواسطة زوجها إذا توفى زوجها وتزوجت أجنبي آخر تستطيع أن تعطي أولادها الجنسية. هل في هناك تمييز سافر أكثر من هذا؟ إنه كيف تكون المرأة الأجنبية الجنسيات المكتسبة
أهم من الجنسية اللبنانية. نحن نرفض، نحن لسنا مواطنات من الدرجة الثانية، نحن مواطنات علينا نقوم بواجباتنا، والدستور ينادينا بالواجبات وأعطانا حق الحق المساواة في المادة 9 منه. كون كل هالقوانين متعلقة ببعضها هالشي عم يصعب المهمة؟ لا بالعكس، بالعكس هني متصلين ببعضهم. قانون مدني بيتيح إعمال قضية الجنسية، قانون تجريم العنف بيتيح كرامة أكثر للمرأة أن تعيش بكرامتها في البيت، قانون الكوتا يتيح للنساء دخول البرلمان. يعني وقت نحكي عن الكوتا بيطلعوا الرجال هيك وبيبتسموا ابتسامة صفراء، بترسل رسالة نيجاتيف للنساء انه ايه يعني نحن ما عندنا مانع انه فوتوا القانون سامح لكم. ناسين هني انه وهني بيضلوا يعيروا بعضهم باعتبار انه المال السياسي. وقت نحن بتعرفي شيء اسمه تأنيث الفقر بالعالم، تأنيث الفقر يعني الأفقر في العالم هم النساء، وتستطيعين أن تقيسي على ذلك فيما خص ليش المرأة منا قادرة تفوت على بقواها الذاتية. لذلك لابد من إجراءات تدخلية من أجل أن تدخل. يعني بعدنا عم نطلب مساواة مش أكتر من هيك، يعني تمام. حتى بالكوتا بعدنا عم نطلب. نحن ما بدنا بالكوتا، الكوتا حصة منا كاملة. نحن بنقول بس يعني تصير 50 بس تصير 50-50. نحن القانون هو قانون مؤقت دائما للكوتا. هلا اذا بدها تصير حسب القدرات وحسب قد ايه الاشخاص عندهم يعني كفاءه، ساعتها بيكون يعني الحل المثالي فيما بعد. مش اليوم مش موجود هالشيء. نحن موقع الدوله على اعلام بكين، وموقع الدولة على اتفاقية السدا، ولم تتحفظ على المادة التي تتحدث عن الحصة، يعني التدخلات الإجرائية للدولة. كل الدول بما فيها أوروبا تدخلت من أجل إنصاف النساء. ألم يحن الوقت، مش نحن لبنان رسالة حضارية وعظيمة، وألم يحن الوقت إنه النساء يعدوا حد الرجال ويشرعوا لهذا المجتمع كما يرونه؟ كان مؤتمر بكين عمل شعار انظر إلى العالم من عيون النساء، فخلين ينظروا شي مرة إلى هذا العالم اللي عايشينه من عيون النساء. أهلا وسهلا فيك دكتورة فهمية شرف الدين، شكرا لوجودك معنا اليوم. حضرتك أستاذة بعلم الاجتماع ورئيسة اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة. شكرا لك. مشاهدينا هلأ وقفة ونرجع نتابع.